صباح الخير. إذا نحن الآن متواجدون أمام ثانوية محمد بوضياف بالمدنية. هو اليوم الأخير من امتحانات شهادة البكالوريا. اليوم الشعب العلوم الطبيعية سيمتحنون في مادة الفيزياء. الطلبة على أمل في أن يتداركوا ما تم تضييعه في مادة العلوم الطبيعية. لكن الشيء الذي لاحظناه منذ لحظات قبل دخول المترشحين الحين هو تسريب موضوع العلوم الفيزيائية، حيث أن أغلب المترشحين هنا يتداولون الموضوع وهو على صفحات، لا أدري إذا كانت الصورة تظهر جيدا، الموضوع متداول على صفحات الفيسبوك وتحصل عليه المترشحون قبل دخولهم إلى قاعات الامتحان وهو ما أثار شوشرة وبلبلة في أوساط المترشحين. وقد التقينا هنا ببعض من أولياء التلاميذ ممن استنكروا العملية. الكثير من أولياء التلاميذ لم يحبذوا ما يحدث في الأيام الأخيرة، في هذه الأيام الأخيرة من امتحانات شهادة البكالوريا، وعليه يطالبون الوزير بإعادة النظر في الأمر، خصوصا وأن أغلب المترشحين وبعض المترشحين ممن عملوا طوال العام الدراسي وفي نهاية الأمر يتحصلون هكذا بكل بساطة على الموضوع قبل دخولهم إلى قاعة الامتحان. وعليه هنا نجد الأولياء يطالبون الوزارة الوصية بالنظر في المشكل الذي أحبط من معنويات العديد من المترشحين الذين عملوا كما قلت لك طوال العام الدراسي. وفي الأخير كما يقولون هو تصريحات المترشحين يقولون بأن كيف أنهم هم طوال العام الدراسي وهم يعملون، وآخرون لا يبالون بشهادة البكالوريا، وفي الأخير يجدون الموضوع ويعملون على حله وهو شيء غير معقول وغير منطقي. إذا الموضوع العلوم الفيزيائية كما قلت لك زميلي رمزي متداول على صفحات الفيسبوك منذ الساعات الأولى من صبيحة اليوم. مدة الامتحان هي 4 ساعات في انتظار خروج الطلبة للتأكد من صحة ما تم تداوله على صفحات الفيسبوك. نحن متواجدون الآن هنا وفي النشرات اللاحقة سنرصد لكم إذا كان فعلا الموضوع تم تسريبه أم لا. إلى ذلك أعيد لك الخط زميلي رمزي. نعم، مفدت قناة شروق نيوز إلى مركز إجراء امتحانات شهادة البكالوريا محمد بوضياف.